اهلا رحموشي اصدقائي، جاتكم فيديو جديد اليوم يا اصدقائي. انا وياكم راح اسوي سلسله اليوم، فيديو اليوم كلش حلو. طبعا حاليا قاعد اشوفوا الادمن يمي، او ماي جاد، هلا بالادمن منور. اوكي، فاليوم يا اصدقائي راح نروح بيت واحد من الادمنز او جزيره بالاصح، ناخذ منها افكار انا وياكم، يعني قبل لا ينزل التحديث عندكم انتوا عارفين شنو تسوون، يعني مو ينزل التحديث وحايرين شو يسوون. حاليا انا احس بهذا الشيء، فلازم اني اشوف بيوت وجزر وهاي، يلا عود اخذ افكار واسوي في جزيرتي. تمام، فيبي اصدقائي جدا متحمسة لهذا الفيديو، لان احب دائما اشارككم لما اروح الجزيرة اشياء، بيوت اشياء ثانية، كلش احب اشارككم يا اصدقائي. فقبل ما نبلش بالفيديو حطوا لايكات، شغل القناة، ويلا نبلش. طبعا راح اسوي لكم سلسلة اذا حابين اسوي سلسلة كاملة، يعني نروح جزيرات ادمنز وناخذ عنها افكار. ويبي اصدقائي في السلسلة كلش حلوة راح تستمتعوا فيها وياي. فخلونا اليوم نروح لجزيرة دريك بوي، خلينا ناخذ عنها فكرة. طبعا هي باركور، فاليوم نشوف انا وياكم، اللي ما يعني حاب يسوي باركور شوفوا هذا الفيديو الاخر، انا وياكم ناخذ فكرة عن باركور كيف نسويه بالضبط، ويعني كاشكال وهاي. فراح تستمتعون بهذه السلسلة يا اصدقائي، لان انا وياكم راح نروح جزر ادمنز، وايضا يا اصدقائي ناخذ عنها افكار، فراح تستمتعوا. اول شيء شوفوا جزر الادمنز قبل لا ينزل عندكم التحديث، خاف انتم ما راح تقدروا شيء، وبنفس الوقت راح ناخذ افكار عن جزر الادمنز، فكلش هذا الشيء حلو. فمتحمسه طبعا، متحمسه ايضا الادمنز، اقصد الادمن يكمل تبع الجزيره، لان قاعد يرتب فيها تقريبا صار له يومين، فمتحمسه يمكن محضرين مفاجاه جدا قويه. فمتحمسه يا ادمن خلص يلا، اول ما يخلصها الادمنز راسا اسوي لكم جوله انا وياكم، نروح نكتشفها ونشوف شنو مسوي بالضبط. فيلا، طبعا اني حابه اليوم بهذا الفيديو اروح للجزيره وادخل للتطبيق. اوكي، فيلا ليتس جو يا اصدقائي، متحمسه اشوف جزيره الدريك بوي ونشوف ناخذ عنها فكره. اوكي يلا ليتس جو، فنكتب الاسم حاليا وارجع لكم. اوكي، هذه هي الجزيره تبع الدريك بوي، مسميها كابي تور تاور. اوكي، فمتحمسه ادخل لها. طبعا قاعد نشوفه هواي لافا، فنشوف اذا يعني اذا حابين تسوون باركور في اللافا. اللي ما يعرف اللافا، طبعا لما ينزل عندكم تحديث هذا باركور جديد اعتقد تقدرون تصمون فيه، بس تشتروا الجزيره راح يطلع لكم كل هذا الباركور، تسوون فيه جزيرتكم مثلا باركور اشياء ثانيه شنو حابين تسوون فيها. طبعا نسيت اقول لكم انه انا بهذا الفيديو راح نروح لجزيره دريك بوي وبيتزا جاي ناخذ عنها افكار. طبعا دريك بوي راح اسوي جوله سريعه، لان صدق صعب باركور كوره وجدا متعب صراحه، بس اخذوا عنها افكار. طبعا اقول لكم معلومه عن هذه اللافا يا اصدقائي، ممكن تشوف تشكي بس ما عرفتوا شنو المعنى. هذه اللافا اول ما تضغطوا عليها او تروحوا عليها راسا يعدكم لبدايه الباركور، فعرفتوا شلون؟ مثلا لو انتم ما كان بعيد جدا في الباركور وضغطتوا عليها راح تعيدوا للبدايه. فاذا عندكم هذه اللافا شوفوا، وايضا لونها ازرق نفس الفكره هذيك يا اصدقائي، ايضا نفس الفكره تضغط عليها راسا تعيد للبدايه. فا اوكي، فخلونا نجرب باركور. طبعا هاي اخذوا عنها فكره، لان فكرتها حلوه، شجر ولافا ودرج، فشوفوا يا اصدقائي. وطبعا خلي اراويكم الفوق، ما راح اصعد فوق لانه صعب، فاخذوا افكار يا اصدقائي. سكرون الشاشه على مود الشكل تعجبكم، سكرنوه على مود خاف تنسوا شكلها شلون كان بالضبط، فسكرون على ما تنسوا. انا دائما اسوي هيك، اذا حبيت فد فكره سكرنها في التليفون او الحاسبه او الكمبيوتر انه بسوي. فا اوكي شوفوا، خلي اراويكم منها، شوفوا اللافا واو. وايضا هذه ياخذوا عنها فكره اذا حابين تسوي باركور شوي صعب، this is hard. اوكي، باركور هارد. اوكي يلا، شفتوا اللافا بس رحت عليها راسا عادي من البدايه. فطبعا بيت دريك بوي صراحة صعب، فخلينا نطلع ونروح على بيتزا جاي. صراحة الباركور تبع بيتزا جاي كلش احبه، راح اراويكم اياه حاليا. فبس اروح على التطبيق من جديد، راح اختصر من هسه التطبيق، نوب اكتب الاسم تبع دريك بوي، دريك بوي قصدي بيتزا جاي. فيلا راح اكتب الاسم وايضا ارجع لكم. ممكن يا اصدقائي تسألوا كيف قاعد ابحث عنهم، ممكن لما ينزل التحديث حابين تبحثوا عن شخص معين تريدوا تدخلوا الجزيره تبع، هسه اقول لكم شلون ممكن تسألوا. يعني لما تدخلوا على التطبيق راح تشوفوا هالكلمه، بعدين هذه في الوسط، هاي يا اصدقائي كنت تبحثوا فيها، فتضغطوا عليها انك تبحثوا عن الاسم. حاليا انا رايحه عليها الخانه وبحثت على اسم بيتزا جاي،
بعد ما تبحثون وتكملون الكود والاسم تضغطوا على هاي الكلمة وراح يطلع لكم اياها راسا. فوند لاند، اوكي هذا اسم الجزيره تبع بيتاغاي، معناها اصدقائي مطعم وهيك شيء. فطبعا هذا الاسم شوفوا اسمه هنا، ونفس ما قلت لكم بالفيديو السابق، طبعا الفيديو مثبت او تعليق، علمتكم كل شيء، كيف تسوون صوره، كيف تغيروا اسم اللي يعجبكم. فبيتاغاي مسميه الاسم اللي عجبه مسميه بهذا الاسم. الفيديو مثبت او تعليق كيف تسوون جزيرتكم واشياء ثانيه، الفيديو راح يفيدكم جدا. فهسه خلونا نضغط وندخل. اوكي نضغط على هي هاي الكلمه نفسها، وبعدين راح ندخل للجزيره تبع اي شخص انتم حابين تدخلوا. فيلا متحمسه نشوف الافكار تبع بيتزا جاي. دخلت. اوكي فاول ما تدخلون راح تشوفون هذا عند بيتزا جاي، هنا مكان اكو تبع القفزه، واحلى شيء في بيت بيتزا جاي كاتب بي كي اكس زي. فشوفوا هنا بي كي وهنا اكس زي، طبعا شوي مخربط ما مبين. فهسه اراكم اياه من فوق. فطبعا اول ما تدخلون هيك راح تشوفون، فاللي حاب خلي سكرين يسوي مثلا فكره معينه او هذه نفس بيتزا جاي اللي حاب. طبعا شوفوا الدرج تبعه، الدرج حاسبة باركور. اوكي فخلينا نصعد يا اصدقائي ونشوف بعدين شنو قدامنا. شوفوا بعدين حاط هذه الاشياء تبع عيد الفصح، وحاط هذه اللي تبطئ الشخصية، وحاط هذني الفوق. وهذه ايضا هاي راح تخسرنا ترى، اذا يعني عبرنا عليها راح توقعني للبداية. اوكي خلينا نحاول يا اصدقائي. شوفوا كنا نقفز هنا وندخل على الدائرات. لا لا راح اسقط. اوكي زين ما سقطت، شفتوا يعني راح تسقطنا ترى. فا اوكي عبرت هاي الدائرتين. اوكي اخذوا فكرة، راح اراوكم. سكروني يا اصدقائي سكروني. وهنا يا اصدقائي حاط مثل الممر او الدرج هيك شيء. فشوفوا يعني نصعد منه وننتقل لمكان ثاني. فشوفوا الشكل يا اصدقائي، هاي كامل اللي حاب يعني. فشوفوا الشكل، واو بيتزا جاي محترف. فطبعا حاط ايضا هذه، فهاي اول ما نروح عليها ترى سقطنا او نسقط بالاصح. وهذه دير بالكم منها، دير بالكم، خاف على بالكم ما يلو شيء حلو يقمزنا شيء، لا دير بالكم. هذه يا اصدقائي مثل اللافا تقريبا، اول ما تروحون عليها راسا يعدكم للبدايه. اوكي فدير بالكم لازم ما اروح عليها ابدا. فيلا اوكي خلينا نقفز نحاول ان ما اصل. اوكي وحده ثانيه خلينا نقفز. اوكي عبرتها تمام. حاط هذني ايضا، سكرون اللي عاجب اللي عاجبه يعني. حاط هذني تبع جزرات حلوه يا اصدقائي، شكلها حلو. اوكي طبعا اريد اقول لكم اذا رحتوا لبيتزا جايد دير بالكم تروحون منها، لان حاط هواي فخ واشياء ثانيه. فلازم اول ما نروح بعد هنا نروح هناك راسا. فشوفوا هل فيها علم ذهبي. اوكي دير بالنا لا نسقط. خلينا نكمل طريقنا ونشوف. حاط لافا من جديد بهاي الطريقة، كنا نعرف هاي الفكرات حتى موجودة في روبلوكس. فشوفوا كل ما نصطدم فيها على مود ما نعيد البداية. اوكي خذوا عنها فكرة، سكروني يا اصدقائي خاف نسيت الشغلة، رأسا شوفوها في الاستوديو تبعكم وتتذكروا شلون كانت. حاط هاي النوب وخلينا نكمل بلا نشوف طريقنا. شوفوا الشكل، قربنا ننزل تحت. طبعا سادد مكان عمود انه ما نروح نغش في الاشياء المكنسات واشياء ثانية على مود رأس النعبر، لا بيتزا جاي يعرف هاي السوالف. اوكي فخلينا نقفز. اوكي قفزنا. لافا لافا لافا، كون ما اصطدم فيها ما اريد اعيد البداية، لا كون ما اصطدم فيها. اوكي حاطين اوكي عبرتها، يس مبروك الي. فدير بالكم من هاي ترى تسقطي اصدقائي لا تنسوا. فخلي هسه نصعد. اوف ماي جاد، فخلي اراوكم شكل منا. شوفوا الباركور، سكروا منا يا اصدقائي راح تشوفوا كل التفاصيل منا. اوكي سكرنتوا تمام. فهسه خلينا نصعد. متحمسه. هذه حاطه هنا انا. يا اكو مكان تحت، لحظه خلينا نحاول كيف ننزل. الرادة انا خطه هنا أنا. كيف ننزل؟ اكو شيء تحت متاكده، لان حاطه اعلام واكو طريق لقدام. شوفوا اكو طريق لقدام، اكيد اكو طريق. فكيف راح اصعد او انزل بالاصح؟ للاسف يا اصدقائي بيتزا جاي ساد علينا الطريق في هذا الني، فلذلك ما لقيت اي طريقه اني انزل لتحت، فللاسف يا اصدقائي. فالمهم شفنا الباركور في البدايه واخذنا عنه فكره بسيطه. فيب يا اصدقائي وان شاء الله بعدين نفتح بيتزا جاي، واذا فتحها اكيد اسوي فيديو ونكمل طريقنا ونشوف شنو موجود بعد هناك ناخذ عنه افكار.
اول شيء اصدقائي اريد اقول لكم بعد انا راح انهي الفيديو طبعا، فاريد تقيمون البيت بيتا جايا اصدقائي في التعليقات، اريد اشوف ايش قد انتم تقيموه. طبعا نسيت اقول لكم ايضا دريد بوي قيموا لي اياه، فانتم شفتوا شكله يعني. فيب اصدقائي بيتا جاي اتوقع لو اقيمه 9 يناسب. اوكي للاسف ما شفنا اللي تحت، لو شفنا اللي تحت راح اكمله للعشرة. فبس هنا الباركور كلش حلو، بيكا اكزي هنا كلش مسويتها شكل حلو واشياء ثانية. فيب اصدقائي لا تنسوا تقيموا لي بتعليقات، وش رايكم بسلسلة الجزر الادمز يعني ندخلها وناخذ عنها افكار. وبس يا اصدقائي كان هذا الفيديو اليوم، ان شاء الله تكونوا استمتعتوا واخذتوا افكار في بيت دريد بوي وبيتزا جاي، صراحة اثنيناتهم كانوا حلوات وافكارهم حلوة. فحطوا لايك شير بالقناة وفعلوا الجرس، وبس باي باي احبكم.